ظهر في قناة إخبارية عربية محاولا تبرير الهجوم الهمجي والبربري البشع للكيان الصهيوني على أهل غزة. في مكان آخر ينشر أحدهم مقاطع عن طريقة الطبخ مأكولات ما دون ما اكتراث لإخوانه في الإنسانية، وثالث صمتت قناته في يوتيوب عن التعليق رغم أنه قبل طوفان الأقصى قد أصيب بما يشبه الإسهال الإبداعي، بحيث أنه يدرج فيديو كل ساعة. شيخ دين يحاول التبرير ويمنع المقاطعة ويكتفي بالدعاء، وآخر يفتي بحرمة الهتاف ضد الصهاينة وكأنهم من بني عمه. بينما نرى في الخلفية البعيدة تلك العجوز المتصابية التي تهاجم المقاومة وقبل ذلك تحارب الحجاب، تصمت صمت الحملان من باب أسد علي وفي الحروب نعامة، فما أسهل محاربة الدين والعادات والتقاليد وما أصعب مقاومة المحتلين. وأخرى كانت ولا تزال تحارب الشيخ الشعراوي رحمه الله وتحاول تزوير ما قاله، ولا نسمع لها حسن هذه الأيام. أم أن علاء السامسونج حظر التعليق على المجازر اليومية؟ وليس بعيدا عن هناك في أرض القتال والمعارك يظهر حساب في مواقع التواصل الاجتماعي مهمته الأولى والوحيدة هو التشكيك في أبناء غزة. شخصيا أكره الملكيين أكثر من الملوك أنفسهم، وأبغض المتصهينين العرب أكثر من الصهاينة، وأمقت من يحاول الاستفادة من جراحات الآخرين أو يرقص على آلام البسطاء ويشكك في قدرات البشر على تجاوز المحن. وأنت تشرب قهوتك في فنجانك لا تحاول أن تكون إنسان، بل كن كائنا بشريا يمارس إنسانيته من غير أن يخضع للنفاق الاجتماعي.